أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من زاويتي من مواقعهم، وهي كتابات مقتبسة أو مستعارة من مواقعي وصفحات أصدقائي في فيسبوك. وقراءة اليوم هي من صفحة الزميل الصديق الشاعر اللبناني والإعلامي اللبناني إسماعيل حيدر. يقول إسماعيل حيدر في كتابته: على نافذتي يحط الحمام كل صباح، ينبئني بأنني ما أزال حياً، فيما اليمامة تلهو مع العصافير ولا تبالي بشرفتي وأحسانها. تعاندني الفكرة كالأرق، كامرأة أسعى إلى مواعدتها للمرة الأولى. روحي تغلي، وجهي مثل النار، وفي بالي موال سألحنه على مهل، أزور الحديقة لأدفئ أشجارها ونغني معا، بينما الفكرة تظل تنكز رأسي حتى لا يأخذني النعاس، وعندما تأتي يدركني الصباح. ما أزال أذكرها وهي تتسلل إلى سمائنا بجمرها المعدني في تلك المدينة الموحشة. يا له من غياب أن تقضي والحبيبة بحمم عمياء بلا قلب ولا عيون. ينمو الحب في حقول الأشواق، قطراته تجعل الأشواك ورودا. ماذا نفعل بالشوق إذا لم تكن هناك حبيبة؟ حدث مرة أن أهديته إلى عصفور كان وحيدا على شجرة. البكاء ليس حكرا على أحد. القمر يذرف دموعه في لحظة الخسوف نجوما تنظر إلى حزنه في فضاء فسيح. الشجرة تنتحب وتهطل من وجنتيها أوراق صفراء في سماء الخريف. النساء يغسلن خطايا الحروب بالدموع، لكنهن من دون قصد يلدن محاربين للمعارك المقبلة. مذيعة أحوال الطقس لا تشعر بالحر أو بالبرد. قارئة أخبار الوباء والحروب والموت والدمار لا يرف لها جفن. كي تظل أرواحكم حرة، دعوا أجنحتكم تتعود على الطيران. الحب والحرية يقهران الحرب وتسمو بهما الحياة. مزاج. حين أهم بالكتابة لا أفكر أن الناس جميعا سيعجبهم ما أدونه، لأنني في هذه الحال لن أكتب أبدا. أكتب بعرق أفكاري، أكتب حتى أحب أو لا أحب، لذا تأتي كل علامة إعجاب على ما أدونه خالية من أي شوائب وتعبر عن واقع الحال. يلزمني لأواصل البوحة مساحات غزيرة للرؤية وقلب بخضرة غابة. يلزمني أن أشك بكل شيء حولي وأنا أكتب، ليس ذلك نوعا من التعقيد والاشتباك النفسي والفكري مع الذات، إنه التبصر الأقصى والتعامل بحكمة ووعي مع مجريات الحياة. كل يوم أعجن حنطة اللغة وأودعها نار المخيلة لتتوهج الفكرة وينضج رغيف الكلمات. أنا السهل الممتنع الذي لا يتساهل في جوهر الأشياء والمعنى، وأحاول أن أطهر اللغة من المفردات البائسة. حين تخذلني اللغة ذات تعب، أصف حروفها وأروح أضمها، أحنو عليها، أقبلها حرفا حرفا، فتنزل دموعها فرحا وتهطل عباراتي كالغيث النازل من الأعالي، وتسيل كلماتي كمياه النهر. أهوى أن أنسج كنزة الكلمات قبل أن يراني الضوء. أحتاج إلى هواء نقي يقيني من غبار الأصوات والكلمات. أشعر بالحرية أكثر كلما ابتعدت عني العيون والحواس الأخرى. أرى في الكلام الجميل شعرا جيدا، لكنني لا أعتبر الشعر الجيد كلاما جميلا بالضرورة. سر المعنى أنه يولد من وحشة فائقة ليعيش على أمل غير مرئي.
تهرب المعاني من صاحبها إذا كان عاجزا على دلالها باللغة الراقية. أحيانا كثيرة أكتب أو أغني أو أدندن لحنا عتيقا بمتعة فائقة، ويظن الآخرون بأنني أغرد في عالم آخر. أحتاج من حين إلى حين لأن ألوذ بنفسي خشية الوقوع في فوضى الكلام. لو لم تكن الكلمات، أتخيل أن الحروب والخيانات ستكون أقل شراسة وألما. في اللغة يمكن أن يلعب المرء بكل الحروف والمعاني على هواه، أما أنا فأحصي الكلمات كمسألة رياضيات، وأشعر بالندم إذا زادت الحروف عن حدها في الكلام، كما لو أنني راسب في الناس والمكان والزمان. في الحكاية لن أكتب ويدي ممدودة، لمحاة الزمن أكثر قسوة، فهي تحول الحروف إلى غبار. في الحياة ليس المهم نقطة على السطر، بل ماهية السطر الجديد. شكرا لإسماعيل حيدر، وطابت أوقاتكم.